أول إشي أنا كنت خالصة النية مع الله عز وجل، يعني ما كنتش أستنى حد يقول لي روحي ولا أي فصيل يقول لي روحي، لأني أنا بنت فلسطين، بنت الوطن. يعني أنا فصائلنا كلها بتمنى لها أنا الوحدة الوطنية، والله والله بقول يا رب اتوحد شعبنا كله، فصائلنا كلها توحدها على كتاب الله وسنة نبينا. من 30/3 وأنا بشارك مسيرات العودة، والحمد لله أنا يعني حضني مستمرة. يعني أنا هلأ إلي شهر رغم جراحي وألامي، أنا الإشي بدمي. أنا الجمعة اللي مرقت قلت لهم بدي أروح العودة، قالوا لي لا تروحيش عليك السفر كذا، رجلك تعبانة منها، ولا حد بمنعني أنا بدي أروح لو إيش ما كان بدي أروح. وجع شديد والحمد لله، عندي نقص 10 سم في العظم، عندي شرايين كلها مقطعة، رجلي بتغذي على شريان. أنا لما اتصوبت رجلي وقعت كلها مبطرت، اتصوبت الساعة 4 في 7 ديسمبر. صرت أقول للشباب يلا يا شباب أنا بدي أهتف وانتوا ردوا ورايا، لسه بقول علا يا بلادي علا الموت ولا المزلة، يعيدوا ورايا الشباب علا يا بلادي علا الموت ولا المزلة. ثالث واحدة قلت علا يا بلادي علا الموت ولا المزلة، طقوني في رجلي. لما طقوني أنا حسيت بكهرباء شديدة، عملت لي رجلي هيك قد كعمشات وزنت وهبطت. قعدت كيف قعدت ما بعرفش. يعني أول حاجة الطلق هذا المتفجر سكر وداني، ما سمعتش إشي، وداني يعني كلها صنت وسكرت. تاني حاجة عيني غبشوا، يعني أنا شايفة بس غباش. يعني كانت الساعة 4 بعد العصر، كنت أحسب أنا الدنيا بعد المغرب ليلا. يعني لما أنا شفت اطلعت هيك وأنا قاعدة لقيت الله يعزكم جزمة طايرة، ما شفتها حتى الجزمة. لقيت رجلي هيك مبطورة، يعني شابكة على شريان وجلدة كلها واقعة. رغم إصابتي ضربوني غاز، هذا الغاز ضربوني اياه غاز ابيض، شوفي ايش ابيض، كل الدخنه البيضاء كممتني في نفس الوقت انا وبنتي، ما سيبتنيش بنتي رغم انه الغاز خنقها وخنقني انها تروح. لا اشرد يا ماما، صرت اقول لا اله الا الله، انا انخنقت من الغاز، لا اله الا الله، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. ضليتني اردد، اجاني شاب يرضى عليه ملتم بحطه، ويعني ولا حد قدر يدخل، غاز ما قدروش يدخلوا، دخنة بيضة كلها معبقاني. ما فيش، كانت جنبي بنتي آية. المهم صرت ايش يقولوا لي، قال لي الشاب قولي لا اله الا الله يا خالتي احمد، قلت لهم لا اله الا الله محمد رسول الله. قلت له انا خالتي منيحة بس ما فيش ايش، بس الله يرضى عليك يا خالتي رجلي بس بشويش حملوها، بس يعني انا مش عاملة عايشي، قدر الله ما شاء فعل. انا صامدة ومستمرة ومعنوياتي عالية، وأنا بقول الحمد لله. أول حاجة بشكر الله عز وجل، يعني اللي ما أجت الإصابة في بناتي، عندي بناتي 5 في المقدمة، بناتي بدفعهم قبل بنات الناس، يعني الحمد لله رب العالمين. لا بنات العودة ولا بناتي بهون علي فيهم نفس الإصابة، يعني أنا كنت آخر مرة بفكر إنه يصير فيي حاجة. يعني أنا كنت أقول يا رب شهادة مش إعاقة. قصة أم أحمد ما شاء الله يعني حتضلها مستمرة وحتضلها صامدة، وما بستناش حد يقول لي وقفي ما تروحيش، قلت أنا حضلني أدافع وحارب حتى الاستشهاد إن شاء الله رب العالمين.